إليسا تلتقي بممثلها المفضل. بهالعفوية تصورت إليسا مع اللي ما كانت بتعرف إنه موجود بالجالا دينر اللي كان عم يحتفل بالوومن إن سينما من ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي. أندي غارسيا مش الوحيدة اللي انبسطت إليسا بوجوده، كمان كانت فخورة بحضور أمينة خليل، يسرى ولبلبة اللي رقصوا مع بعض على أغنية عيشالك. أما سلمى أبو ضيف وتارا عماد كانوا مطروبين على أغانيها. والفرحة والحماس كانوا واضحين على إليسا بالحفل، فهي كانت كل شوي تنزل من على المسرح لتكون قريبة من الكل، بالرغم إنه كعبها كان يعلق بالأرض. وهالحفل كان بالتعاون مع فانيتي فير وشوبارد، لهيك شفنا الضيوف متألقين على الريد كاربت، ومن أبرزهم سلمى أبو ضيف اللي وصلت بفستان أحمر لفتت فيه الأنظار. نقدر نلفك ولا نشوف الفستان؟ واو. الفستان طبعا لازم نسأل من مين؟ نايم خان. ديزاينر نايم خان وستايلينج ياسين قناوي وشريف عمل لي الميك اب والحلق شوبارد. والأحمر كان كمان اختيار سارة سامبايو. Who's the designer? This is Aria. Aria? Is it your first time in Saudi Arabia and Jeddah? It's not actually. It's my second time in Jeddah, third time in Saudi. واللون الأبيض كان مسيطر على الريد كاربت مثل وقت الافتتاح، فشفنا أكثر من ستار كان اختيارهم هاللون. Who's the designer? I changed in the outfit I was wearing earlier, but I should know. I don't know. It was sparkly. It felt right. امبارح أبيض واليوم أبيض. حظ. أنا صراحة بحب الأبيض قوي أو الكريم يعني. فيعني أنا كمان بحب لوني المفضل هو الأبيض. أه هيك حلو عليك. شكرا. وهون كان محمد التركي الرئيس التنفيذي للمهرجان سلم على تارا اللي ما شافها أول ما دخلت. شو رأيك بوجود تارا عماد على بالمهرجان هاي السنة؟ تارا سبورتيف، جت السنة الأولى وجت مرة ثانية هذه السنة، أولويز سبورتيف لمهرجان البحر الأحمر. صراحة مبسوطة بوجودي في مهرجان البحر الأحمر، وأقول لك مبروك ومبروك للسنة الثانية على التوالي. طيب نرجع للون الأبيض اللي كمان كان اختيار بشرة اللي نسقت معه اللون الأسود. إطلالتي سعيد القبيسي، I love سعيد، يعني بجد هو مصمم أزياء لبناني أنا بعتز بيه جدا، وياما لبست له في مهرجان الجونة، وقلت فرصة إن احنا في مهرجان البحر الأحمر كمان ألبسه ويكون حاجة لايقة شوية على المود بتاع الحفلة النهاردة. أما ريم السعيدي فاختارت فستان من تصميم خالد أن مروان. الإطلالة أكيد ستايلد باي سيدريك حداد، والميك اب شارلوت تلبري، والهير لوريال. شو رايك بإطلالة توسع عم تدخل فيها؟ بتجنن. لا انا براقب كل شيء، انا بكون قاعد ناطر وهن عم يشتغلوا. بيظهر انه وسام مش الوحيد اللي بيتدخل بإطلالة زوجته. Well it's a traditional Indian sari. And yeah, thank you. Did you choose it? I suggested it. Yeah, you suggested I should wear something traditional. Usually do you listen to him? Very rarely. Well, he's very tasteful, as you can see. He always makes the right choices. والإيفنت كان فرصة للقاء النجوم مع بعض. قد صار لك مش شايفيتها؟ 7-8 years maybe. واو، وجدة اجتمعتوا بجدة؟ اه واجتمعنا وبنجتمع مع كل الناس الحبايب هنا الحقيقة. ويسرى بهالليلة كانت من أبرز نجوم الحفل، فهي السنة المهرجان له مكانة خاصة عندها. ألف مبروك. فرحت قوي بالتكريم. كان في لحظة very warm، وكان في لحظة حلوة إنك أنت بتتكرم في وسط كل محبي السينما في العالم، سواء السينما الأمريكية أو الأوروبية أو المصرية أو العربية أو الهندية، فإنك أنت بتكون في وسط الباقة العظيمة دي. This is something extremely nice، يعني مش أي كلام يعني. والطبيعي بإيفنت بيحكي عن وومن إن سينما تكون موجودة في نادين لبكي اللي قدمت أدوار كثير عن أهمية دور المرأة بالمجتمع. كل شيء يعني بيحتفل بالمرأة وبيعطيها حقها وبيعطيها أهميتها بنبسط فيه أكيد، وبحس إنه هيدا وقتنا كمان. أنا كتير متفائلة لوضع المرأة خاصة من العالم العربي، لما أجي أشوف هون قديش المرأة صار عندها يعني هيك محلة بالمجتمع والاحترام الموجود، فمتفائلة كتير. ونفس الرأي كان عند لبلبة. المرأة هي الأم،
هي الوطن الأول، هي الأم، هي الأخت، هي الزوجة. فإن يعملوا حاجة على سينما المرأة دي حاجة شيء كويس جدا. أما ميشيل رودريغيز فكانت سعيدة بهيك إيفنت عم بيصير للمرأة بجدة. I think it's beautiful. It's really great. I mean, you know, it'll be exciting to see and discover what the woman's voice comes up with, you know? Because I don't think she's ever had much of an opportunity around the world to express herself. And so now I think that this kind of influence and this attention that the woman is getting in film, I think will help us discover ourselves, because we've always been seen through the eyes of men. And it's kind of cool to see how we look at each other for once. It'll be interesting. I don't know what's going to come out of it, you know?